غير بقى الأخبار دي، خلونا مع حضرتكم نتابع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده. النهارده الرئيس كان في مقر الكلية الحربية، وهناك حضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب الجدد اللي بيتقدموا للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. كان في استقبال سيادة الرئيس سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسيادة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. الرئيس أكد على عدد من الرسائل أثناء تواجده في الكلية الحربية. قال إن الكلية الحربية بتنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين، وده بيتم بالأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية وبنزاهة، وإن الاختيار بيكون من كافة فئات الشعب المصري بدون الالتفات لأي اعتبارات تانية، وإن الأفضلية دايما للطالب اللي بيجتاز بنجاح جميع الاختبارات سواء العلمية الطبية النفسية والرياضية. الرئيس أشاد بمستوى الطلبة المتقدمين وقد إن هم حريصين إن هم يلتحقوا بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وعلشان يكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة. الجدير بالذكر ونقطة مهمة جدا اللي اتكلم عنها الرئيس في قصة الاختبارات، إنه مش بس الاختبارات العلمية والنفسية والكفاءة البدنية والكلام ده كله، لكن إن يكون الضابط إن شاء الله أو أولادنا في القوات العسكرية عارفين الدنيا بيحصل فيها ايه طبيعة التحديات، يكون في معلومات عامة ايه اللي بيحصل في البلد، ايه اللي بيحصل حوالينا. فده اللي خلى الرئيس النهاردة كان بيناقش عدد من الطلبة اللي تقدموا في مواضيع بقى وقضايا بتدور على الساحة المصرية والإقليمية والعالمية كمان، ومعلومات ليها علاقة بتاريخ مصر، ايه اللي بيحصل، ايه اللي حصل لنا وايه اللي بيحصل دلوقتي، ايه التحديات اللي موجودة، ايه طبيعة مشاكلنا، ايه المطلوب ليها. فعلشان يكون الطالب والخريج بعد كده على وعي وعلم بكل الأشياء وبكل التحديات. تابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الكليات الحربية، وكان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر الكليات الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وحضر سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أكد أن القوات المسلحة تنتقي رجالها من بين آلاف المتقدمين، وذلك باتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى ومن كافة فئات الشعب المصري، وأن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية. وقد أشاد السيد الرئيس بمستوى الطلبة المتقدمين ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا إحدى أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبنائها جيلا بعد جيل. كما ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية، وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشيدا سيادته بنظام الاختبارات العلمي المتميز الذي يتم اتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام للصفوف القوات المسلحة. كما أكد السيد الرئيس أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل، وأن ما تواجهه مصر من مخاطر وتحديات تتطلب إعداد أجيال على أعلى درجات الوعي والإدراك الصحيح بقضايا أمتها، وبذل أقصى جهد لإعداد هذه الأجيال وتطوير المناهج العلمية والمهارية لتتماشى مع ما تواجهه الدولة من تحديات. We'll be right back.